مساء الخير استاذ الدكتور هاشم عياد استاذ جراحه التجميل وعضو الجمعيه المصريه لجراحه التجميل. حابب بس اوضح نقطه مهمه قوي قوي، يعني ان جراحه التجميل مش هي جراحه الجمال فقط لا غير. جراحه التجميل عندنا فيها سب سبيشاليتيز كتير قوي قوي، تخصصات كتيره. عندنا تخصص اليد، عندنا تخصص الاصابات، تخصص علاج او جراحة العيوب الخلقية، عندنا جراحة اصلاحات التشوهات ما بعد الحروق والاصابات، عندنا في الاخر اللي هي جراحة الجمال اللي هي الجراحة المسؤولة عن الشكل النهائي او الشكل الخارجي للسيدات او الرجال الاثنين على السواء، اللي هي بتبدأ بجراحات الوجه وجراحات الفادي وجراحات البطن وإصلاح ما بعد فقد الوزن سواء كان بالجراحة أو بالسمنة العادية. النون سيرجيكال أو البروسيدورز البسيطة أو الحاجات الصغيرة اللي بتتعمل بدون جراحة، زي شد الوش بدون جراحة، زي استخدامات الثريدز، زي الفيلرز أو المالئات الأنسجة، كل الحاجات دي استخدامها جميل جدا وبتدي نتائج كويسة قوي قوي كل حاجة، لكن يجب أن يكون هناك حذر شديد جدا. أولا لازم نختار الراجل المتخصص في الحاجة اللي هتتعمل. نمرة اتنين لازم أعرف أنه هو highly qualified أو أنه هو ده تخصصه الحقيقي. المادة اللي بتستخدم لازم يكون في تدقيق للمواد اللي احنا بنحقنها سواء كانت فيلرز أو سواء كانت بوتوكس، اللي فيه انواع كتيره قوي، وفي انواع بتيجي مش على الطريق السليم عن طريق وزاره الصحه، وبالتالي بنشوف مضاعفات كتير قوي قوي من الحاجات دي. فنصيحتي ان اللي عايز يعمل حاجه في الاستيتيك او في الكوزماتيك سيرجري او في الكوزماتيكس بصفه عامه يكون حذر جدا وحريص، فكر مره واثنين وثلاثه، يستشير الاخصائي او الاستشاري اللي هو يتاكد ان هو عنده المعلومه الصحيحه وان هو واخد الدورات التدريبيه الكافيه، وبعدين بيختار المنتج السليم، المنتج اللي هو له ريفرنس او له مرجعيه في وزاره الصحه. مفيش حاجة اسمها permanent أو حاجة دايمة من الفيلرز، ودي تقريبا وقفت في العالم كله، فمفيش حد يقول لا أصلا عايز حاجة مدتها طويلة. الاستخدام الخيوط هي برضو نفس القصة، هي لها indications معينة أو لها استخدامات مميزة، مش في كل الحالات برضو لازم يعملها حد كويس، لها بعض المضاعفات، بتأثر وبتعمل التهابات ولا حاجات كده. فالنصيحة ان اذا نويت ان او نويتي ان تستخدمي اي من هذه المنتجات، فمن فضلكم لازم تتأكدوا ان اللي بيستخدم الحاجات دي لايسنس او يعني معاه ترخيص بهذا، وان هو خد الدورات اللازمة لتأدية هذه. شكرا